السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الفيديو السادس من سيستم الاستراكشر كيبل، والفيديو رقم 22 في كورس اللايت كارنت بشكل عام. عرفنا الفيديو اللي فات إزاي بختار أماكن الـ IT room، وكمان عرفنا إزاي أحدد أنا محتاج كام IT room في الدور أو في المشروع بشكل عام. الفيديو ده إن شاء الله هنبدأ نعرف ازاي احسب المساحة بتاعة الـ IT room عن طريق ان انا احسب عدد الـ outlet اللي موجودة في كل زون او في كل area، ومنه هقدر ان انا احسب عدد الـ IT rack اللي جوه الغرفة، وعلى الاساس دوت هقدر ان انا احسب مساحة الغرفة نفسها. يلا بينا نبدأ، وان شاء الله الموضوع سهل وبسيط. مبدئيا كده عندنا حاجة اسمها الـ work area، والورك اريا ديت هي المنطقة الخاصة بكل موظف موجود في المكان، أو بمعنى أصح المكتب بالمكان اللي حواليه. وأكيد كل مكتب على الأقل لازم أوفر له نقطتين داتا وتليفون عشان يقدر يوصل جهاز الكمبيوتر بتاعه بالإنترنت، وكمان لو معاه تليفون يقدر إن هو يوصله. عشان كده بيقولك ان لازم في كل ورك اريا يكون في 2 اوتلت از مينيمم، دوت اقل حاجه يكون في 2 اوتلت. لكن في بعض المشاريع او على حسب الابليكيشن بتاعك ايه بالظبط، وعلى حسب المواصفات بتاعه المشروع، بتحط على كل ورك اريا عدد الاوتلت اللي يناسب المشروع دوت واللي موجود في المواصفات. فممكن مثلا لو المشروع بتاع البنك يقول لك حط لي 4 اوتلت مش 2 بس، ممكن مشروع تاني يقولك حط لي 6 أوتلت 8 10 أي حاجة. يبقى على حسب المشروع هو إيه بالظبط، وعلى حسب المواصفات بتاعة المشروع لازم ألتزم بيها. بعد ما وزعت عدد الأوتلت في كل ورك أريا، أكيد إحنا عندنا حاجات تانية غير الداتا والتليفون. عندنا مثلا كاميرات المراقبة، عندنا التي في، عندنا واي فاي أكسس بوينت. أنا بعمل حسابي إن في 30% فور سيرفيس، يعني أنا بحسب عدد الأوتلت على حسب كل ورك أريا وبزود عليهم 30% للسيرفيس، للخدمات يعني زي السي سي تي في كاميرا أو الواي فاي أكسس بوينت، أو لو عندي نقط أربط مع البي إم إس مثلا أو أربط مع الفاير ألارم، لازم أعمل حسابي في النقط دي كلها. عشان كده زودنا 30% للخدمات. الورك اريا زي المكان ده كده مثلا، ادي مكتب وعليه جهاز كمبيوتر وعليه كرسي للموظف يقعد عليه، فده كده يعتبر ورك اريا، ده كده ورك اريا، وهكذا. طب احنا لو عندنا مشروع متقسم لغرف، هقدر ان انا اوزع الاوتلت بتاعتي واقدر ان انا احسب عددها بكل سهوله، عشان عارف كل مكتب موجود فين بالظبط على حسب المعماره اللي عندي. طب لو عندي مكان كبير زي دوت وهيتقسم مكاتب، عاوزين نعرف ازاي نحسب عدد الاوتلت اللي هيكون موجود فيه. تعالوا نشوف مع بعض. لو عندي مكان مساحته اكس في واي مثلا، اي حاجة بقى على حسب المكان ده بالظبط، بحسب مساحة المكان على حسب شكله. ولو رجعنا للصورة اللي فاتت، اكيد انا مش بحط مكاتب في المكان كله، لازم اسيب مساحة للكوريدور بين المكاتب بالشكل دوت عشان الناس تعرف تخش وتخرج، ولو في ناس هتخش للموظفين دول يكون في مكان يمشوا فيه ويقفوا فيه. عشان كده انا مش بحط مكاتب في المساحة دي كلها، انا بحط مكاتب في 70% بس من المساحة دي، يبقى 70% بيكون بيزي و30% بيكون فاضي عشان الكوريدور وعشان الناس تعرف تتحرك وتخش وتخرج. طيب يبقى انا كده عرفت مساحة المكان، وعرفت ان انا هستخدم 70% منه للمكاتب. طيب الورك اريا دي بقى بتكون مساحتها قد ايه، او هعمل حسابي ان هي هتاخد مساحة قد ايه من 70% بتوع المكان. في العالم كله قال لك الورك اريا بتاخد 10 متر مربع، لكن في مصر قال لك هي 3 متر مربع بس، والكلام ده طبعا بيكون بالاتفاق ما بين مهندسين المشروع، بيقعدوا مع بعض وبيتفقوا هما يشتغلوا على 10 متر مربع
للورك اريا ولا على 3 متر مربع؟ يبقى كده انا عرفت مساحة المكان، عرفت ان انا هستخدم 70% منه للمكاتب، عرفت المساحة بتاعة كل مكتب قد ايه، فبالتالي هقدر ان انا اعرف عدد الاوتلت اللي في المكان دوت. يبقى كده مساحة المكان اكس في واي اليوزابل اريا اللي هي 70% من المساحة، يبقى 70% من الاكس واي. بعد كده عدد الورك اريا بيساوي اليوزابل اريا اللي هي 70% من المساحة الكلية على مساحة الورك اريا الواحدة اللي هي 3 متر مربع أو 10 متر مربع على حسب الاتفاق ما بين مهندسين المشروع. بعد كده هقدر إن أنا أحسب عدد الأوتلت اللي هو بيساوي عدد الورك اريا وأضربه في 2 أو 4 أو 6 على حسب المواصفة بتاعة المشروع زي ما قلنا، بس as a minimum بحط 2 أوتلت عند كل ورك اريا. بعد كده هحسب التوتال نمبر اوف اوتلت زي ما قلنا بنزود 30% عشان الخدمات، يبقى 1.3 في العدد اللي طلع من المعادلة اللي فوق دي. يبقى أنا كده حسبت عدد الأوتلت اللي أنا محتاجها في المكان ده ككل. ناخد مثال بالأرقام ونشوف إزاي بنحسب الحاجات دي. مثال، لو أنا عندي التوتال أريا بتاعت المكان 300 متر مربع، هنحسب اليوزابل أريا اللي هي 70% في 300 متر مربع هيديك 210 متر مربع، وال90 متر الباقيين دول عشان الكوريدور اللي بين المكاتب. بعد كده هنحسب ايه؟ عدد الورك اريا، هناخد المساحة دي اللي هي بتاعت اليوزابل اريا ونقسمها على 10. انا هنا افترضت ان مساحة الورك اريا 10 متر مربع، يبقى 210 على 10 هيديني 21، يبقى انا كده عندي 21 ورك اريا. هنحسب النمبر اوف اوتلت للورك اريا دي، يبقى 21 في 2. هنا اشتغلت على المينيمم خالص، ان انا بحط 2 اوتلت عند كل ورك اريا. بعد كده هنزود 30% للسيرفيس، يبقى 1.3 × 42 هيطلع 55 اوتلت. يبقى انا كده المساحة دي محتاج ان انا اوفر لها 55 اوتلت، ومحتاج ان انا اعمل حسابي داخل الراك على 55 اوتلت للمساحة دي بس. ماشي تمام لحد كده. كده احنا عرفنا عدد الاوتلت. عاوزين نشوف بقى بعد ما نحسب كل الاوتلت اللي في المشروع، سواء للمساحة دي او لبقية الغرف، بعد ما طلعنا العدد ككل عاوزين نشوف محتاجين كام راك عشان ياخد عدد الاوتلت دي. بس قبل ما نشوف محتاجين كام راك، خلينا نشوف الراك بيتقسم ليه. وحدة قياس الراك هي عبارة عن يو او الار يو اللي هو راك يونت. وحدة قياس الراك، والراك يونت ديت هي اقل من 5 سنتي بشوية. زي ما قلنا في الاول خالص، بيبقى عندي كل اوتلت في الحيطة ليه ميرور في الراك. الميرور بتاعه بيكون في الباتش بانل. الباتش بانل دي بيكون متقسمة لعدد من الاوتلت، بجيب السلك من الاوتلت في الحيطة وافضل ماشي بيه لحد ما يوصل للباتش بانل هنا، والباتش بانل بطلع منها اوصل على السويتش، ومن السويتش بنزل للسيرفر روم الرئيسية اللي تحت زي ما قلنا. بس هنا بنسيب ما بين الباتش بانل وما بين اللين سويتش بنسيب وان يو فاضي، ما بحطش فيه ولا باتش بانل ولا سويتش. طب دوت وظيفته ايه؟ ده بيعمل حاجة اسمها كيبل مانجر. الكيبل مانجر دوت اللي بيظبط الكابلات ويرتبهم كده ويحزمهم مع بعض عشان الكابلات ما تخشش على بعض زي اللي في الصورة كده بالظبط. وكنا قلنا قبل كده إن الباتش بانل عبارة عن 24 أوتلت، يبقى كده كل 24 أوتلت محتاجين 3 يو، 1 يو للباتش بانل، 1 يو كيبل مانجر، 1 يو لللين سويتش. بعد كده هبدأ إن أنا أحط 24 أوتلت تاني، باتش بانل، كيبل مانجر، لين سويتش. تمام لحد كده؟ يبقى ال 1 يو عبارة عن 24 بورد، لكن ال 24 بورد محتاجين 3 يو مش 1 يو بس. يبقى كل 24 أوتلت في الحيطة أو في المشروع اللي عندي محتاجين في داخل الراك 3 يو. طيب أكبر راك عندي
هو 42 يوم، بالتالي دوت هياخد كام بورد؟ هنقول 42 على 3، عشان كل 24 بورد محتاجين 3 يوم، يبقى 42 على 3 في على 14، يبقى أنا كده عندي 14 مجموعة داخل الراك، كل مجموعة هي عبارة عن 24 بورد، يبقى 14 في 24 هيطلع 336 بورد. يبقى أكبر راك موجود في السوق اللي هو 42 يو دوت يقدر يشيل 336 بورت بس. بس احنا ما بنحملش الراك 100% أبدا، مفيش كده في الدنيا، لازم يكون عندنا فيلينج فاكتور 40%، 40% بس من الراك اللي بيتملي والباقي بيكون فاضي، بيكون سبير. يبقى ال 42 يو بتوع الراك هضربهم في 4 من 10 اللي هو الفيلينج فاكتور، هيديني 16.8 تقريبا. هنرجع بقى نعيد نفس الحسابات اللي فاتت دي تاني، بس على 16.8 مش على 42. الحسابات اللي فاتت ديت كانت على أساس إن السويتش 24 بورت بس، يبقى بالتالي 16.8 هقسمها على 3 هيديني رقم هضربه في 24، يبقى الراك دوت يقدر يشيل 134 بورت دوت لو أنا مستخدم سويتشات 24 بورت. لو لاحظنا هنا هنلاقي فيه أول يو باتش بانل، التانية باتش بانل برضه، بعد كده الكيبل مانجر واللان سويتش. الرسمة ديت بتاعت راك مستخدم فيه سويتشات 48 بورت مش 24 بورت، لكن الباتش بانل هي أقصى حاجة ليها 24 بورد، عشان كده استخدمت مع السويتش ال 48 بورد 2 باتش بانل كل واحدة 24 بورد. نعيد بقى حساباتنا على السويتش ال 48 بورد. السويتش ال 48 بورد يبقى كل مجموعة محتاجة 4 يوم مش 3 بس، 2 باتش بانل، 1 كيبل مانجر، 1 لان سويتش، يبقى 16.8 على الأربعة اللي هم الأربعة يو، بعد كده هضرب في 48 اللي هو عدد البورتات، هيديني تقريبا 200 بورت. يبقى لو أنا مستخدم سويتش 48 بورت، يبقى أكبر راك موجود في السوق اللي هو ال 42 يو يقدر يشيل لحد 200 بورت فقط. يبقى لازم نخلي بالنا إن أنا ما بحملش الراك أكتر من 40%، وفي أي مشروع هتلاقي الاستشاري بيطلب منك ان الراك ما يتحملش اكتر من 40%، والمواصفة بتاعت المشروع هتلاقي نفس الكلام فيها، واي ستاندرد في الدنيا هتلاقي بيقولك ان الفيلينج فاكتور بتاع الراكات 40%. وده شكل السويتش ال 24 بورت، هنعدهم عليهم 24 بورت، ودوت ال 48 بورت، لو عديناهم هيطلعوا 48 بورت. طيب احنا عمالين نقول الفيلينج فاكتور 40% في كل حتة، يعني ايه 40% والاستشاري والمواصفات والستاندرد وكده؟ طيب ليه 40%؟ قال لك لثلاث اسباب مهمين جدا. اول سبب طبعا الفنتليشن، لازم تعمل تهوية كويسة جدا للراك بكل الكومبوننت اللي فيه سواء باتش بانل او سويتشات، عشان ما ينفعش الحاجة دي تسخن لأي سبب من الأسباب، ما ينفعش السيستم دوت يفصل خالص، ما ينفعش يحصل له أي مشكلة. فده أول سبب إن الفيلينج فاكتور 40%. تاني سبب المينتيننس اللي هي الصيانة، لازم لما تيجي تعمل صيانة أو الشخص المتخصص عن الصيانة لازم تسهل عليه الدنيا، ما ينفعش تكون مالي الراك كله كومبوننت وأسلاك داخلة وخارجة، فبالتالي هو مش هيقدر يعمل صيانة والموضوع هيبقى صعب جدا بالنسبة له. فبرضه دوت من ضمن الأسباب إن احنا خلينا الفيلينج فاكتور 40%. تالت سبب والأخير عشان الفيوتشر اكستنشن، مين قال لك إن المشروع ده في المستقبل مش هيحصل فيه أي تغيير أو أي زيادات أو أي تطوير؟ مين قال لك إن التكنولوجيا هتفضل واقفة عند النقطة اللي هي فيها دلوقتي؟ جاي في المستقبل أحتاج ان انا امد كابلات زيادة، احتاج ان انا ازود نقط، احتاج ان انا اعمل اي حاجة، فلازم يكون عندي مكان في الراك، مينفعش اهد السيستم واهد المشروع كله عشان محتاج ان انا ازود نقط. عشان كده خلوا الفيلينج فاكتور بتاع الراكات 40% بس مش اكتر من كده،
الأسباب الثلاثة المهمين جدا دول. هنقف لحد هنا الفيديو دوت، والفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم على السبيس بروجرام بتاع الـ IoT Rooms. شكرا.